السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خديجة أم البنات. كنتمنى الله تكونوا على خير وبخير وفي صحة جيدة. اليوم جيت نوجد معكم هاد القنينطات، هادو قنينطات ديال الخضار ودقيق القمح الكامل اللي كيجيو روعة، أروع ما يكون. كنتمنى تتبعوا الفيديو من الأول للآخر ديالو، ففرجة ممتعة. غادي ندوزو المقادير وطريقة التحضير، فابقوا معايا. خوتي بالنسبة للمقادير، عندي هنا قرعة خضراء أو كورجيت، عندي جزر، عندي بصلة، عندي ليشو، عندي واحد الفصيص ديال الثوم، عندي واحد 60 ملل ديال زيت العود، عندي شوية الزعتر، وعندي 200 غرام ديال الكفتة. بالنسبة للتوابل، عندي ملحة، عندي خرقوم، عندي سكنجبير، فلفل حار، فلفل أسود، عندي البابريكا. غادي ندوزو بالنسبه للطريقه ديال التحضير. هكا غنمشيو على هاد الخضر. غادي نديرها بهاد الحكاكه، درتها بهاد الحكاكه الغليظه. اما الجزر غنديرو بهاد الرقيقه، لان الجزر شويه كيشد الطياب، فغنديروه رقيق. كما كتشوفوا، من بعد ما حكيت الجزر وحكيت الثوم والبصله، دابا غادي ندوز ليشو. حتى هو غادي نديرو شرائط. ودابا غادي نحطهم على النار. ملي غتهبط لي هاد الخضره كامله، عاد غادي نضيف الكفته عليها وغادي نرجع معكم ان شاء الله. وبالنسبه للدقيق، انا عندي هنايا كيلو ديال الكومبلي دقيق القمح الكامل، غادي نغربلو، غاديش نخليه بالنخاله ديالو. ودابا من بعد ما غربلت الدقيق ديالي، هنا خديت 400 غرام ديال الدقيق، هذا النخال اللي خرجت منه. غادي نحتاج هنايا زيت الزيتون، نص كاس، وغادي نحتاج خميرة الخبز، فقط واحد نص معلقة اللي هي صغيرة. غادي نحتاج ملح، الماء للتخليط، ولكن ما دافي ما والو، الماء عادي. نخليه واحد شويه على ما الخميره ديالي تفزك. كما كتشوفوا، من بعد الخضره ديالي ما هبطات، غادي نحط الكفته دابا. ودابا غادي نولي معكم العجينه ديالي. العجينة خاصها تجي قاصحة شوية، صلبة، ما تجيش رطبة، باش تبغي تخدم لنا. فقط براس الأصابع، ممكناش غادي ندلكوها.
صافي غادي نجمعها دابا وغادي ندير لها سلوفان وغادي نخليها ترتاح واحد القسمين بالمكانه وغادي نرجعوا معاكم ان شاء الله. ودابا كما كتشوفوا من بعد ما طابت لي الحشوه ديالي غادي ندوز العجينه بعد ما ارتحت واحد شويه. نقسم العجينة ديالي نقسم بهذا الشكل على خمسة ديال هنا في هاد الحشوة. غادي نزيد واحد بيضة كاملة هاد الماكلة هادي صحية 100% ان ما فيهاش شي مواد حافظة كما شفتو الدقيق ديال القمح الكامل زيت العود الخضار هنا كما كتشوفوا قبل ما نبدا غادي ندهن التفصيل ديالي وغادي نخليه هنا وغادي نبدا على بركه الله ندير واحد شويه ديال الزيت لتحت غادي ندير الزيت في الوسط زيد معكم وحيدة اللي بغى يديرها بالزبده يعني حتى هي ممكن اللي بغى يديرها بزيت المائده اللي ما عندوش زيت العود. المهم انا كنفضل زيت العود في الاكل ديالي اي اكل كندير فيه زيت العود. ودابا كما كتشوفوا من بعد ما سالينا الرغيفات ديالنا غنبداو من الاولى بهذا الشكل نجيبهم على هاد يعني الحجم ديال هاد القطار هذا غادي نديرو واحد شويه ديال الزيت وغادي نحطو الحشوه ديالنا على هاد الشكل
وغادي نبرمو الحشوة ديالنا. غادي نزلو كما كتشوفوا لهذا الشكل هذا. دائما داك اللفه ديالها التحتانيه لهادي غادي نرجعوها من التحت باش ما يتفسقوناش. غادي نزيد معكم واحد الوحيده كنمشيو على هذا الشكل هذا حتى غنسالي ونرجع معكم ان شاء الله. دابا كما كتشوفوا من بعد ما سالينا غادي ندوز واحد شويه ديال الزيت الفران. انا شاعله على درجه عاليه غير الفران ديال الغاز. دابا غادي ندخلهم ونرجع معكم بعد قليل بعد شي 20 دقيقه. ودابا كما كتشوفوا قبل ما غادي ندخلوهم غادي نجيو للوسط ديالهم وغادي نقطعوهم كاملين. صافي على هذا الشكل وغادي ندخلهم للفران. دابا كما كتشوفوا عندي هنا صفار بيضه ومعلقه ديال الخل، عندي سمسم ابيض، وعندي واحد شويه ديال البافو. غادي ندهن السيجار ديالنا دابا. راه خرجته من الفران راه سخون، عاد غادي نرجعو للفران. كنلبسوه داك البيض مزيان. وغادي نمشيو على هذا الشكل هذا. ودابا غندخلوهم عاود الفران يكملوا الطياب ديالهم ونرجعوا معكم. حبيباتي هذا هو الشكل النهائي، وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كما كتشوفوا القنينطه ديالنا واجدين، صراحه باقين سخانين بزاف، ولكن رغم ذلك غادي نوريكم كما كتشوفوا. كما كتشوفوا كيجيو ها نتوما مقرمشين، كيجيو زويونين ورائعين، غادي يعجبوكم. خواتاتي كنشكركم على المتابعه ديالكم، على اللايك، على الاشتراك، على اللي دخل القناه ديالي. شكرا شكرا بزاف للتتبع ديالكم. حنا كنديروا ما اوسع يعني من الخيالات ديالنا باش نرضيو المشاهدين، والمشاهدين عاوتاني كيدخلوا كيتعلموا وصفات زويونه كل نهار الجديد. وهادو راهم جدادين على قناتي، يعني فيهم جميع الحوايج اللي درت فيهم مكونات كاملين طبيعيين 100%، لا من الخضار ولا من دقيق القمح الكامل ولا من زيت العود. كنتمنى يعجبوكم. شكرا خواتاتي، الى اللقاء، الى فيديو اخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.